اوكي فاذا نجي هيجي ونحط هاي هنا وهاي هنا وهاي من هذا الشكل اوكي واو والله العظيم قربنا خلص ما باقي شيء اوكي هاي هيجي وهاي ننزل لجوا نحطها هيجي تمام هسه خلينا ننزل اول مره اوكي بس شباب اذا تلاحظون هسه صارت الدنيا مطر او ماي جاد اوكي ماكو مشكله خلينا نروح ننام هنا احسن لنا يلا تصبحون على خير هاي ليش ما جاي اقدر انام دا يقول لي الدنيا بعدها صبح يا اخي شلون الدنيا والله كلها مطر هسه شلون صبح يا اخي بس قلوا لي شلون صبح هاي اريد انام انا اريد انام اي هسه قدرت انام يلا تصبحون على خير وي اي صباح الخير واخيرا اجى الصبح طبعا ان شاء الله اليوم اني راح اشوفكم البرج مالتي طبعا مثل ما جاي تشوفونه البرج مالتي كله تمام كمل والله الصراحه تعبت كل شيء ويلا قدرت اكمله كامل والله العظيم الصراحة فتشي رهيب اوكي ماكو مشكلة احنا هسه خلينا ننزل هسه اول مرة وشنو نسوي نروح ندور لنا على شغلي انا خلاص احنا هسه كان عندي حلم انه اني يصير عندي برج مثل هذا والحمد لله والشكر عليك الحال اتحقق هذا الحلم وصار عندي برج كلش اسطوري هذا منو هاي سلام عليكم وعليكم السلام خالي انت منو طبعا اني صاحب هذا البرج انت منو أنا الصراحة أبيع ثلاث أنواع مال سيوف. أوه، أنت تاجر مال سيوف؟ إي، طبعًا أنا أبيع السيوف مال سبايدر مان، والسيوف مال بنتن، والسيوف مال باتمان، أوكي؟ والله الصراحة، والله صدق شباب وبنات، بس ما قلت لي، هذول هما السيوف اللي أنت تبيعهن؟ إي، أكو السيوف اللي لونه أحمر، وأكو السيوف اللي لونه أخضر، وأكو السيوف اللي لونه أسود، يعني أنت لازم تختار سيف من بين هذول الثلاث سيوف، وتختار واحد اللي يعجبك من بيناتهن، تمام؟ بس ما قلت لي، شنو فائدة هذول السيوف الثلاثة؟ طبعًا كل سيف له فائدة، وكل سيف له خاصية، مثلًا السيف مال سبايدر مان شاكو واحد راح تضربه راح يصير بعنكبوت يعني يصير ما يقدر يتحرك تمام؟ اوه والله السيف مال سبايدر مان الظاهر كلش اسطوري شباب وبنات، طيب والسيف مال بنتن شنو الخاصية مالته؟ طبعا بكل اختصار هذا السيف مال بنتن من يكون عندك شاكو واحد راح تضربه بشري حيوان حشرة وحش شكو واحد او شكو اشي راح تضربه راح انت تتحول بنفسك الى كائن من يعني شلون اقول لك يعني بنتن مو عنده ساعه اي الساعه مالته بنتن هاي الساعه مالته هاي التيميت ريكس ما ادري شنو اسمها ايوه بالضبط هاي شفتها هاي مو بيها وحوش اي اكو بيها وحوش اكيد طبعا انت شكو واحد راح تضربه انت راح تتحول وحش الى وحوش مال بنتن فهمت فهمت عليك يعني مثلا شباب وبنات هسه مثلا لاقينا نقول هذا هذا هاي حشره اول ما نضرب هاي الحشره احنا راح نتحول مثلا الى الين اكس او راح نتحول الى اي وحش اللي يقدر يتحول له بنتن والله الصراحه فشي رهيب هذا السيف مال بنتن بس ما قلت لي شنو الفائده مال السيف مال باتمان شنو فائده مالته طبعا الفائده مال باتمان بكل اختصار انه انت اول ما تضرب شخص راح تتحول انت الى باتمان تمام والله العظيم فتشي رهيب شباب وبنات هذول الثلاث سيوف بس احنا هسه لازم نختار لنا بس واحد عادي اقدر اختار اثنين لا خالي تقدر بس واحد تختار شنو يا اخي والله بس واحد اقدر اعطيك بس سيف واحد اني اي لعبوا لك انت طيب خلاص شباب وبنات يا واحد من بين هذول الثلاث سيوف نختار والله الصراحه كلش محتار اني اوكي خلاص اريدكم هسه راح اعطيكم 5 ثواني تكتبوا لي هسه بالتعليقات سيف من هذول الثلاث سيوف اللي راح احنا نختارن اوكي فاللي يقول سبايدر مان ينزل تحت جواب التعليقات ويكتب لنا سبايدر مان اختار سيف سبايدر مان واللي يريد بنتن ينزل همينه تحت بالوصف تحت بالتعليقات ويكتب لنا اختار سيف بنتن واللي يريد مال باتمان يكتب لنا تحت جوا بالوصف اختار سيف مال باتمان ونشوف تعليقاتكم اوكي راح نعطيكم هسه 5 ثواني تفكرون واني افكر يعني نفس الوقت انه انتم تفكرون اني افكر همينا يلا 5 4 3 2 1 يلا يا اخي لا تضيع لي وقتي بس قل لي يا سيف من هذول الثلاث اخترت انت شباب وبنات والله ما اعرف محتار اني كلش هواي خلص راح اختار السيف مال منو مال سبايدر مان خلاص انا راح اختار او اقول لك مال بنتن جيب لي مال بنتن تمام
خلاص خلاص خلاص، انت هسه بما انك انت اخترت السيف مال بنتن، يعني والله الصراحة انت اخترت الخيار الصعب. ليش تكذب عليك؟ شنو يعني الخيار الصعب؟ يعني انا ما اقدر احصل السيف مال بنتن؟ لا لا لا، تقدر تحصل السيف مال بنتن، بس الصراحة كلش كلش صعب. ايه شلون صعب؟ يعني لازم اغير الاختيار مالتي؟ لا لا خلاص خلاص، هسه ما تقدر تغير الاختيار مالتك، يعني انت هسه اخترت السيف مال بنتن، خلاص راح اجيب لك السيف مال بنتن. تمام؟ والله راح اجيب لي سيف مال بنتن؟ والله. ايه ايه، بس قبل كل شيء اكو كم شغله لازم انت تسويها. ايه طيب، شنو هذول الشغلات اللي لازم انا اسويهم؟ بس قل لي عليهم. طبعا افتح هذا الصندوق. ياهو، وين الصندوق؟ ماكو صندوق. هذا هذا الابيض، هذا الصندوق الابيض. هذا افتحه، وبعدين من افتحه شو شنو موجود داخله؟ راح تلاقي به ريموت، اريدك تاخذ هاي الريموت وتنطيني اياها. تمام؟ خلاص. او هاي الريموت هاي؟ ايوه بالضبط، هاي نفسها الريموت. طيب شنو اسوي بهاي الريموت؟ عطني هاي، يلا عطني. اوكي يلا تفضل، هاي الريموت. اقصد اخذها اخذها، ما احتاجها انا، ما احتاجها. طيب شنو تسوي؟ شنو تريد من عندي؟ طيب هسه اريدك انت تغير القناة مال التلفزيون. تمام؟ خلاص راح اغير القناة مال التلفزيون. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة 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 دقيقة. ها شكو. قبل اتغير القناة مال التلفزيون، طبعا اول ما راح تغير القناة مال التلفزيون راح تلاقي كم شغلة لازم هسه كل المتابعين يسوون هذول الشغلات اللي موجودة بالقناة الثانية مال التلفزيون. تمام؟ خلاص ماكو مشكلة. طيب ومن وليش يعني اسوي هذا الشيء؟ حتى اني انطيك السيف مال بنتن. ايه اوكي يلا ماكو مشكلة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، غير القناة. يا ورع، انت سديت التلفزيون وغيرت القناة يا بي. اضغط على الزر هذاك اللي هذا. اوكي راح اجرب. دقيقة. اوه شباب وبنات، الله عليكم، اذا تحبونا نحصل هذا السيف مال بنتن ونصير نتحول الى هواي وحوش خرافية، اريدكم هسه شباب وبنات كلكم تضغطون على هذا الزر الازرق اللي هو زر اللايك، وتضغطون على هذا الزر الاحمر المستطيلي اللي هو زر الاشتراك، وتضغطون على هذا الزر الرصاصي اللي هو زر تفعيل جرس الاشعارات. اوكي يلا شباب وبنات، لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات حتى احنا نقدر نحصل لنا هذا السيف مال بنتن. شنو رايك عمو؟ والله الصراحة عاجت ايدك. خلاص انت هسه لازم ترجع لي الريموت هنا أنا. اوكي؟ خلاص راح ارجع لك الريموت. طيب هسه شنو لازم اسوي؟ اوه انا هسه كلش تعبان، لازم اروح انام، ارجع لي باكر. يلا ارجع لي. لا شباب وبنات، صارت الدنيا ليل واحنا لازم نروح ننام، بس اهم شيء لازم انتوا كلكم ضغطوا لايك واشتركتوا بالقناة وفعلتوا جرس الاشعارات. دقيقة شباب وبنات، قبل لا نروح ننام انا الصراحة كلش جوعان واريد اكل. والله الصراحة ما اعرف من وين راح اكل اني هسه، خلي ادور لي هيك فد واحد يقدر يساعدنا شيء. هاي اريد اكل. والله شنو موجود؟ او جزر، حلو اكو جزر هنا الحمد لله والشكر على كل حال، والله افضل من لا شيء الجزر. اوكي ماكو مشكلة، اني هسه بما ان حصلت لي جزر يعني هسه محصل لي غداني. هاي شنو هاي؟ ليش هيك هاي مخربة؟ خليني اعدلها هيك على الاقل. اوكي ماكو مشكلة، هسه اني ما بقى لي. ما عندنا باب شباب وبنات، هاي شلون فاتتني؟ هاي شلون فاتتني شباب؟ ما عندنا باب والله من صدق، لازم يكون عندي باب. دقيقة حرفيا يبي لي باب يا شباب وبنات، يعني خاف هسه يجونا وحوش. والله كلش يتوقع شباب وبنات، والله اني كلش اخاف من الوحوش. اوكي سريع لازم نسوينا باب على السريع على السريع. اوكي خلي ارجع للبرج مالتي هذا، والله العظيم فتشي رهيب الحمد لله والشكر على كل حال، صرت اعيش بهذا البرج الخنفشاري. اوكي ماكو مشكلة، هسه خلي اصعد اللي فوق اول مرة. اوكي خلينا نصعد من هذا الاتجاه، والله حلو حلو حلو، اصعد ابو المور. اوكي اوكي يلا هسه خلينا نروح ننام، بس دقيقة قبل نروح ننام لازم احنا نسوينا هسه شو اسمه باب. اي اكيد. اوكي الحمد لله والشكر صار عندنا باب، خلينا ننزل بهذا الدرج بهذا الشكل. اوكي يلا انزل سريع 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 سريع. اوكي تمام، هسه صار عندنا باب كلش تمام. هسه خلي ارجع اصعد اللي فوق اول مرة، وشنو اسوي؟ اروح انام احسن لي، لان الصراحة انا هسه كلش تعبان. اوكي ماكو مشكلة، هسه خليني اصعد لي فوق هنا وانا السرير اي هنا السرير. يلا خلي انام هنا احسن لي. يلا صبحون على خير. وي
صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. طبعا انا اليوم كلش كلش متحمس، حتى شنو، حتى اروح واحصل لي السيف مال بنتن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي نروح. اي سلام عليكم عمو. وعليكم السلام خالي، اهلا وسهلا، شلونك، شلون الصحه؟ والله الحمد لله والشكر على كل حال. يلا هسه جاهز حتى تنطي، بس لا تقول لي هذا الصندوق اللي موجود بيه السيف. لا لا، شنو شنو، بعد اكو كم شغله لازم انت تسويها، لا عبالك شغله بسيطه، لا عبالك انه واحد يقدر يحصل له السيف مال بنتن بشكل سهل، لازم اكيد تتعب ولازم تسوي كم هواي شغلات حتى تقدر تحصلها. اي لا حوالك يدي. طيب خلاص، بس قلي شنو لازم اسوي اني يعني؟ طبعا افتح الصندوق راح تلاقي استاك ذهب. هذا استاك الذهب اريدك شنو تسوي، اريدك تطبخه وتجيب لي ذهب محلل. تمام، دقيقه، او هذا ذهب، شنو تريدني اسويه؟ اريدك تسوي ذهب محلل. اوكي خلاص، شغله بسيطه شباب. الذهب المحلل يبينا فرن، واحنا عندنا بالبيت فرن بس ما عندنا فحم. اوكي نريد فحم، او غير الفحم شنو، غير الفحم نقدر نسوي لنا شيء ثاني، يعني يعني نسوي غير الفحم يكون خشب، او ما ادري يعني شيء بيه خشب. نشوف هنا، والله ماكو شيء، اعتقد لازم احنا هسه نفلش لنا شوي خشبايات، يعني على بالكم فحم يعني اكيد. اوكي ماكو مشكله، نجمع لنا فد شوي بلوكات خشب. حلو حلو، ماكو مشكله، عادي طبيعي، نكمل انفليشن هذول كلهن على السريع ما ياثرا. والله الصراحه انا كلش كلش فرحان، حتى شنو، حتى احصل لي السيف مال بنتن. يعني الصراحه السيف مال بنتن راح يحولنا لهواي وحوش غريبه وعجيبه. والله الصراحه انا كلش متحمس يا شباب وبنات، ومنو متحمس مثلي؟ اللي متحمس مثلي خليه يضغط لايك ويشترك بالقناه ويفعل جرس الاشعارات حتى تثبتون انه انتوا كلكم متحمسين مثلي. طيب هسه نشوف كم عندنا من حبه خشب، 34 حبه خشب، والله العظيم فتشي كلش، يعني فكميه كلش زينه. اي وخر انت قلم ايميرالدي ورع. اوكي ماكو مشكله شباب، بما ان احنا حصلنا 34 حبه خشبايه، يعني هسه باقي شيء واحد، انه احنا نصعد اللي فوق ونحلل لنا هذول الخشبايات، او نطبخ لنا هذول اقصد الذهبايات، ونحولهم الى ذهبايات محللات، ونروح نوديهن لهذا عمو ونشوف شنو نريد بالضبط. اوكي هذول الافران، لا لا اصعد اصعد اصعد. اوكي نصعد، خلينا نقسمهن كلهن على ثلاثه، كلهن يعني نسوي لهن قسمه. اوكي هذول كلهن لازم نقسمهن على ثلاثة حتى يكون العدد كلش كلش متكامل وحلو يعني. اوكي هاي هيجي لازم يكون بهذا الشكل. اوكي نحط لنا اشي هنا واشي هنا وجزء هنا وجزء هنا، يعني هسه احنا مكان مو يكون عندنا فرن واحد يشتغل، عندنا اربعة افران يشتغلن. والله العظيم كلش رهيب يا شباب وبنات. هسه خلينا ناخذ كل هذول الذهبايات، شوفوا هسه بلمح البصر قدرنا انه احنا نجمع لنا شنو، اربع حبات ذهبايات، واحده اثنين ثلاثه اربعه، شفتون يعني شباب، يعني تخيلوا هسه اذا بس فرن واحد يشتغل هسه محصلين بس حبه ذهبايه، فماكو مشكله ناخذ الذهب اللي موجود هنا كل شيء. اوه شوفوا 10 حبات ذهبايات، شنو رايكم بعد ناخذ حتى نخلي بعد هواي فرنيات يشتغلن. اوكي نخلي هذا الفرن يشتغل، ومثلا نخلي شكو هذا الفرن همين اخليه يشتغل، يعني كل افران لازم يشتغلن شباب. شوفوا عندنا 6 افران يشتغلن ان شاء الله. هذا ناخذ الذهب مالته، هذا الذهب مالته، كلن ناخذ الذهب مالتي. اوكي وهذا همينا وهذا همينا، والله العظيم فشي رهيب من الواحد يكون عنده افران تشتغل. بس شباب وبنات اذا تلاحظون هسه راح يخلص عندنا الخشب، واذا راح يخلص عندنا الخشب راح نتورط، وشلون راح يقدرن يطبخن كل هذول الذهبايات، يعني ما نلحق. فاحنا على السريع لازم نلحق نفسنا وناخذ لنا هذول الصناديق. اوكي يعني صراحة ما اعتقد اذا راح يكفن شوفوا مثلا هذه، خلاص نحط مكانه صندوق. اوكي تمام، هذا خلاص نحط مكانه صندوق. والله شباب لازم نلحق نفسنا، سريع سريع سريع، نحط لنا كرافتنج تيبل، نحط لنا الباب، يعني شكو اشي. او هذا طفى 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 شباب، خلينا نحطه هنا. اوكي ناخذ الذهبايات كلهن اللي موجودات هنا. اوكي لا هاي نحط مكانه كرافتنج تيبل. لا شباب كومون كومون كومون، نحتاج لنا بعد كمية كلي زينة مال خشب حتى شنو يكتمل عندنا، يكتمل عندنا شنو. اوكي هذا كله لازم نحطه هيجي. اوكي تمام حلو، نشوف هذا كمل وهذا كمل وهذا كمل. يبينا بعد خشب، يبينا بعد خشب، يا الله 46 حبة ذهباية يحتاج لنا بعد، يحتاج لنا بعد حرفيا يا شباب وبنات. اوكي هذا نحط لنا صندوق هنا، نحط لنا الكرافتنج تيبل، شكو خشباية عندنا نحطها. اوكي حتى يشتغل عندنا هذا. اوكي هاي عندنا بعد لازم نسويها. اوكي يا الله والله تورطنا شباب، لو مجمعين كمية اكثر مال خشب كنا احنا هسه ما مورطين، بس احنا هسه تورطنا بعد هذا هو. والله ما ادري ايش اسوي، لا خسرنا خسرنا خسرنا. اوكي عادي، شوف هذا خلصنا من عده. اوكي صارت عندنا كرافتنج تيبل، لا يا والله حلو.
والله حلو كرافتنج تيبل لايه جاهزه. اوكي 57 حبه ذبايه ما باقي شيء شباب والله العظيم. طيب نقدر نطبخ هاي نطبخها نقدر عادي؟ لا والله مو لهي الدرجه. اوكي 60 حبه باقي بس ثلاثه شباب وبنات والله العظيم ما باقي شيء بس اربعه ونحصل لنا ستاك ذهبايات محللات والله العظيم فشي رهيب صراحه شباب والله تعبت كل شوي حرفيا تعب 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 على الاخير. اوكي نطبخ هذول همينا هسه وهاي طبخناها كلش تمام هاي هسه نجيبها لهنا تمام شنو بعد خلينا نطبخ لنا هاي احتياط ناخذ لنا هاي الكرافتنج تيبل هاي احتياط بلكت بس اثنين باقيين شباب والله العظيم بس اثنين. اوكي هاي نحطها احتياط اوكي حتى تكمل يلا كملي كملي باقي بس وحده 63 عندنا بس وحده اي علو علو خلصنا يلا على السريع هسه خلي لا لا ناخذ الكرافتنج ناخذ لنا هذه الشي كرافتنج تيبل اللي موجوده هناك بالفرن بلكت نحتاج لها تعال كرافتنج تيبل هاي اوكي اخذنا الكرافتنج تيبل هاي بلكت نحتاج لها شي اوكي ننزل لجوا اوكي نزلنا حلو هاي عمو يلا تفضل تفضل جبت لك 64 حبه ذهباي اوه والله عاشت ايدك خالص صراحه كفو. طيب شنو تريدني اسوي بين هذول 64 حبه ذهبايه؟ طيب اللي اريدك تسوي بهذول الذهبايات انه انت لازم هسه تسوي لي دروع ذهبيه تمام؟ خلاص راح اسوي لك دروع ذهبيه زين جبت لي الكرافتنج تيبل وياي، اوكي اول شيء خوذه حلو هاي الخوذه تفضل هاي الخوذه ذهبيه، ثاني شيء شنو؟ نسوي لنا بوت ذهبي بهذا الشكل، تفضل هاي بوت ذهبي ونسوي لنا هسه شنو؟ تشست بليد ذهبيه حلو ونسوي لنا شنو بعد؟ بنطلون ذهبي كلش كلش تمام اي بنطلون ذهبي بهذا الشكل ينصنع تمام هذول ان شاء الله فول دروع ذهب تمام؟ اوه والله عاشت ايدك والله جرب البسين اوكي خلينا نجرب نلبسهم شباب وبنات هذول الدروع الذهبيه واو والله العظيم فتشي رهيب. طيب هسه اريدك تسوي جولدن جزر اوكي خلاص جولدن جزر شلون ينصنع شباب اعتقد بهذا الشكل هاي جولدن جزر شلون ينصنع دقيقه اعتقد بالانجت اذا ما خاب ظني ثواني نجرب بالانجت الجزر اي صار عندنا كميه كل زينه خلينا ناخذ لنا نسوي لنا كميه كل زينه مال انجت جزر انجت ذهب اوكي او والله الصراحه كميه كلش رهيبه كميه كلش رهيبه مال جولدن جزر يا شباب وبنات اوكي نحط لنا هيك بالنص ونحط داير ما دايرها حلوين 13 حبه ذهبايه مال جزر والله العظيم فشي رهيب يلا عمو هسه شنو تريد من عندي طيب هسه اللي اريد من عندك وبكل اختصار انه انت هسه تسوي لي دروع من ذهب اوكي خلاص دروع من ذهب شباب انه احنا عندنا هسه ذهب بس المشكله عندنا نقص بالخشب وما عندنا خشب احنا هسه هاي شنو بس تقولوا لي راح تصير الدنيا ليل لا شباب وبنات راح تصير الدنيا ليل هسه شلون ورطه هاي ما نقدر انه احنا نلحق اليوم نجمع لنا خشب ونروح نسوي لنا شنو ادوات مال مال ذهب ماكو مشكله ان شاء الله باكر الصبح اسوي لي اللي قال لنا عليه واكمل المهمه الاخيره والله العظيم شباب وانا تعبت كلش هواي اليوم يوم كامل وانا جاي اشتغل بالافران والله العظيم كلش كلش احتريت لان يعني تعرفون الفرن دا يجيب حراره كلش قويه اصلا حتى درجه الحراره مال الغرفه مالتي صارت كلش كلش حاره بسبب هذول الافران اوكي ماكو مشكله هسه خلي انتظر لين ما الشمس تغرب والله العظيم فشي رهيب اليوم اسوي اليوم سوينا انجاز كلش كلش رهيب بس باقي باكر انه احنا نسوينا دقيقه نقدر نسوينا هسه حبه ذهب بهذا الشكل حلو عندنا حبه ذهب يعني 28 حبه ذهب بتجيب اوكي هسه خلينا ننتظر لين ما الليل يصير ونروح ننام وان شاء الله باكر الصبح نكمل شغلنا نروح نجيب لنا خشبايات ونسوينا استكات ونسوينا دروع مال ذهب اوكي ماكو مشكله هسه اقدر انام احسن لي يلا تصبحون على خير وي اي صباح الخير واخيرا اجى الصبح طبعا هذا اليوم الاخير لنا ان شاء الله وان شاء الله اليوم راح نسوي فد انجازات كلش كلش رهيبه اي صباح الخير عمو يلا يلا صباح الخير شلونك شلون الصحه والله الحمد لله والشكر يلا هسه راح تروح تجيب لي دروع اقصد ادوات مال ذهب مو اي هسه راح اروح اشتغل دقيقه يا شباب وبنات هسه خليني ارجع لهاي الغابه بس والله اذا جاي تلاحظون هاي الغابه كلش 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 مفلشه ومحترقه والله مسكينه هاي الغابه مو ماكو مشكله ان شاء الله راح ترجع يعني ان شاء الله ان شاء الله يا الله يعوض هاي الغابه ان شاء الله يجي يوم وترجع شلون ما كانت اوكي ماكو مشكله خلي اجمع لي يحتاج لنا بس ثلاث خشبايات اعتقد كلش كلش كميه زينه ثلاث خشبايات انه احنا نقدر نسوينا فول ادوات مال ذهب يعني ما يحتاج لنا كميه كلش هواي مال خشب لان احنا ما نحتاج بس ستكات اوكي ماكو مشكله نجي هنا نفتح لنا الكرافتنج تيبل نسوي كذي نسوي لنا مثلا هسه اول مره ستكات اول شيء نسوي لنا سيف
ثاني شيء نسوي لنا بيكاكس، ثالث شيء نسوي لنا شنو؟ اكس، اوكي الاكس بهذا الشكل ينصنع، رابع شيء نسوي لنا شفل، وخامس شيء نسوي لنا هو، اوكي 1 2 3 4 5. شوفوا يا شباب وبنات عندنا هسه ان شاء الله فول دروع ذهب. اوه والله العظيم عاشر ايدك خالي. طيب هسه اريدك هسه كل الشغلات اللي انت سويتهن تحط لي اياهم بالصندوق، تمام؟ خلاص راح احط لك كل شيء بالصندوق. يلا تفضل، هذول الادوات وهذول الدروع الذهبيه كلهن تفضل بالصندوق، وهذول بعد كل شغلاتك اللي انت طلبتهن من عندي. اوه والله عاشر ايدك خالي، بس هسه انت لازم تسوي لي فتشينو. مو تسوي لي، خلاص هسه لازم تنتظر 4 دقائق او 5 دقائق وان شاء الله انا راح اجيب لك السيف، اوكي؟ خلاص راح ابقى هنا وانتظر. اي بس اللي اريده من عندك انه انت تفتح الصندوق، تمام؟ خلاص راح افتح الصندوق. او بس هنا اكو سيف دايموند، مو سيف مال بنتين. اي هذا المفروض لازم يكون سيف مال مال دايموند. اي هذا هو الشغل، هذا هو الشغل خالي. طيب انت هنا اكو هنا سيف اخضر، بس ليش هنا اعطيتني سيف دايموند؟ انت بس جربه وشوف شنو راح يصير. اي اوكي راح اجرب مثلا اضربك انت. شنو ليش كل شيء ما صار؟ شوف نفسك. واو شباب وبنات تحولنا الى بنتين. لا شنو صارت احنا؟ لا